الايفنت اللي راح اعمله هون بتحكي عن فلسطين وخاص عن غزة. يعني عارف العالم كلياته حزين ووضع كليات قلوبنا مع اهل غزة، الله ينصرهم ويفرجها عليهم يا رب. حبيت اعمل الايفنت في بطال الويبدة انه في راح يكون رسم بالاضافة لعزف آلة اسمها هاند مان مع صديقة اسمها صباح الشريف. راح ارسم لوحة، يعني الموضوع مش عن غزة بس ضمن بتحكي عن الصمود وعن القوة، وحاطة بوستر خارطة فلسطين للمرة للناس اللي تحب تعبر بكلمة بتوقيع برسمة ببصمة اللي بدها اياها. حبيت اعمل فعالية بالشارع، لا بدي بيت ولا جاليري ولا مكان خاص خصوصية فيها، حبيت بالشارع عشان الناس الموجودة بالشارع أهم الناس تيجي تعبر بطريقتها، مش تروح على مكان خصوصا إذا أي حد مار بهالشارع هو ماشي بالسيارة يشوف هالإيفنت يوقف سيارته أو يوقف هو ماشي يوقع يكتب يعبر اللي بده إياه لأهل غزة. الهدف أو الرسالة لأهل غزة هي نحن إنه قلوبنا معكم، الله يكون في عونكم، الله ينصركم يا ربي، يوقف معاكم. نحن بالهدف إنه ندعمكم بطريقتنا بالرسم والموسيقى. هلا لوحة رح تكون هي لوحة صمود، يعني هي دليل على رح تكون لوحة الخيل. معروف الخيل هي الأصالة، انتو الأصل والأساس موجودة، وقوتكم وصمودكم هي انتو بتعطونا القوة، فنحن هاي ندعمكم فيها. رسالتي من هاي الهاند بان آلة تستخدم بالعلاج الصوت وبالساوند هيلينج، وهي ترمز للسلام والهدوء. فرسالتي اليوم بهذا الموقع من عمان مع صديقتي الفنانة بترسم لوحات، وأنا بالصوت اللي هو بيرمز للسلام، إنه إحنا منوجه رسالة إنه إحنا زهقنا حروب، ومنوجه رسالة إنه نتمنى وندعي لأهلينا بغزة إنه كمان يوصلوا للسلام والهدوء النفسي، وإحنا أقل واجب إنه ممكن نعمله ونعبر فيه باللي بنقدر عليه، أنا بالموسيقى وصديقتي بالرسم.